الست أم محمد اللي زوجها لم يصم حوالي 3 رمضانات وبتقول لغاية ما مات، فهي بتقول إيه الوضع بتاعه أو إيه الحل، يعني إيه حكمه؟ نسأل الله سبحانه وتعالى إنه يغفر له ويرحمه. فدية الصوم لو مات وعليه صيام، لو كان المريض ده مرضه أو هذا المتوفى مرضه لا يرجى برؤه ولا شفاؤه، يعني مرض هيستمر معاه للوفاة وخلاص، هو كان عارف كده، فكان يلزمه الفدية عن كل يوم 20 جنيه، أو بنطعم اللي انتوا عايزينه القيمة أو الإطعام، فبنحسب عدد الأيام وعدد الرمضانات اللي فاتت وفيها، وبيطلع الفدية عن هذه الأيام، وحضراتكم يعني بتطلعوها من تركة المتوفى. طيب لو كان مرضه مرض يرجى شفاؤه، يعني هو كان في حالة مرضية وإحنا منتظرين يعني يتعافى، ممكن يطول، لكن احنا عارفين انه مش مرض دائم، لكن هو مرض مؤقت، يعني يرجى شفاؤه، يعني مرض مؤقت، ولكن الأجل حضر واتصل المرض ده بالوفاة، ففي الحالة دي لا شيء عليه، ونسأل الله تعالى له الرحمة والمغفرة وأن يرفع درجته في الجنة، وأنه ربنا يصبر حضرتك ويربط على قلبك بإذن الله تعالى.